السلام عليكم طلاب، اليوم راح تكون هذه أول محاضرة التنفيذ العملي وشرح البرامج مال الثريد بروجرامينج بصورة مبسطة وسهلة. راح نبدي ناخذ هذا الإكزامبل الأول اللي عندكم بالمحاضرات مال المختبر. مثل ما تلاحظون بالبداية احنا شنو قلنا؟ قلنا نعرف الدالة الأساسية مال لغة سي، ونعرف الهاش انكلود pthread اندرس العفو pthread دوت اتش library اللي تعرف الثريد بروجرامينج. راح نترك هذه المساحة لدالة الثريد الستارت روتين سنحكي عنها. نبدي نستدعي المين ونبدي نخلي التعريفات الثلاثة الأساسية اللي شرحناها بالمختبر. احنا شنو قلنا؟ قلنا pthread underscore t راح ننطي اسم للثريد. شوفوا هنا لاحظوا هذا الاسم راح استدعي بدالة الكرييت نفسه وبدالة الجوين نفسه. اذا اسم الثريد اللي راح ابدي اسوي execution للثريد b واسوي انهاء للثريد b. ف pthread العفو pthread underscore t TID حينطيني تعريف لاسم الثريد، وهنا أنا راح يبدي الثريد يبدي يسوي start. يعني when does the thread starts when we call pthread underscore t. اوكي، شو وقت نبدي ننفذ الثريد او نسوي له execution؟ عندما نستدعي pthread underscore create. هاي الدالة هي اللي راح تخليني استدعي أو أبدي أسوي تنفيذ execution للثريد. مثل ما تلاحظون إنه هاي الدالة بيها أربع متغيرات أو أربع قيم. أول وحدة TID هذا اسم الثريد اللي هو من نوع pthread underscore t. النول اللي هو الاتريبيوت، وهذا إحنا رح ناخذ عليه محاضرة كاملة. الستارت روتين، الستارت روتين هو هذا نفسه اسم الدالة الخاصة بالثريد اللي راح ينفذ عن طريقها، هذا هو نفسه هذا. وهنا الارجومنت راح ناخذ اول نوع للطباعة اللي هو انه اني اطبع بمكان الارجومنت، راح اخلي قيمة هلو وورد. تمام، من راح نبدي نستدعي الدالة راح نكتب void pointer للهلو اللي هو اسم الستارت روتين. راح افتح قوس void لان انا ما راح ارجع شيء، مجرد طباعة. star للانبوت، الانبوت اللي هو شنو؟ متغير حتى ارجع بي يعني متغير الدالة، او خلينا نقول فت قيمة معينة انا ارجع بيها الطباعة. استدعي دالة البرنت، بما انه انا راح اطبع string فاخلي percentage s، اخلي سلاش ان على مود ينزل سطر، وحتى اذا شلتها مو مشكله. وهنا ايش راح نسوي؟ راح نطبع الانبوت اللي هو شنو؟ القيمه هذه القيمه اريد اطبعها، فراح تكون طباعتها بهذا الشكل، اسم الداله اللي جتها الارجمنت، يعني هذا هو نفس الارجمنت، وهي من نوع كاركتر مخزون في مكان معين. بعد ما انتهي استدعي pthread underscore join نا اسم الثريد، وهذا الارجمنت راح اخليه null لانه ما راح احتاجه، وابدي انفذ البرنامج. من ننفذ البرنامج راح يطلع عندي تنفيذ الهلو وورد. طبعا اكو شغلات مهمة، اني ما عندي اي قيمة ممكن ارجعها بهاي الدالة، ممكن اني الدالة اعتبرها main. اوكي، راح يتنفذ اذا شلت هذا الانتجر، وايضا راح يتنفذ اذا شلت هاي الفويد لانه ما راح تاثر عندي. اوكي، hello world. فاني هذا الثريد بروجرامينج بابسط صيغه. خلينا نعتبر انه هذا السكيلتون الاساسي اللي احنا راح نمشي عليه او نعتمده باكثر البرامج. تقريبا هو نفس
الفقرات. ونجي هسه شوية شوية نعدل على هذا البرنامج حتى تبدون تفهمون شلون بيصير التنفيذ مالته.